عام وأنت النور في الظلمات، والأمل عند اليأس. كل عام وأنت عماد أسرتك، كل عام وأنت مربية الأجيال، كل عام ونجاح عملك، كل عام والعالم بخير لأنك فيه. لأن الاحتفال ب 8 مارس يجب أن ننتقل به من مستوى الاحتفال الفولكلوري بهذا اليوم إلى مستوى أكبر وأعمق، اللي هو إتاحة فرصة أمام المرأة من أجل المساهمة، من أجل المشاركة الحقيقية في مختلف المؤسسات وفي مختلف الفضاءات. المديرية الجهوية لقطاع الشباب أطلقت اليوم برنامج يمكن أن نعتبره من أكثر البرامج استجابة لانتظارات المرأة، برنامج فسيفسائي يجمع مجموعة من الأنشطة، الهدف الأساسي منها أولاً إبراز القدرات والكفاءات ديال المرأة، ولكن إتاحة الفرصة لهذه المرأة من أجل الانفتاح، من أجل المشاركة الحقيقية والفعالة في المجتمع. اليوم المغرب في أمس الحاجة إلى نسائه. اليوم المغرب إذا بغى يزيد القدام بسرعة أكبر، فيجب أن نركز بشكل أساسي على إدماج المرأة، على مشاركة المرأة وتحقيق الانتظارات ديال المرأة في مختلف المستويات. سعيد جدا بتقديم البروفايلات، وأسعد بتقديم برنامج جديد ومتجدد اللي هو حتى أنا كاينة. أنا أعتقد على أنه في فترة الستينات وكيف قلت قبل قليل وفترة السبعينات كان واحد النوع من الحماس، اللي كان هناك توجه أكبر وأعمق نحو انفتاح المرأة بشكل حقيقي. ربما كانت هناك إكراهات ثقافية، ربما كانت هناك مستجدات ثقافية عرقلت بشكل نسبي تقدم المرأة وتطورها بمزيد من الانفتاح كيفما هو اليوم المرأة في الغرب. لذلك المرأة اليوم بالإضافة إلى المؤسسات، أيضا هناك مسؤولية ديال المؤسسات في مساعدة المرأة على تحقيق هذا الانفتاح، ولكن أيضا المرأة من مسؤوليتها أنها تكون حاضرة وأنها تدافع على الحقوق ديالها وتلتزم بالواجبات ديالها من أجل تحقيق الانفتاح والمشاركة الحقيقية في المجتمع. أنا دائما كنتسائل، ورا قلت هذا بعد في التدخل ديالي، كنتسائل كيفاش كنشوفوا النتائج الدراسية والتحصيل الدراسي ديال المرأة أو الفتاة في مختلف المستويات الدراسية، ديما كنجبروا في القسم البنتية الأولى، ولكن ملي كنمشيو للمواقع ديال القرار التمثيلية ديال النساء كتبقى متواضعة، وجد متواضع إن لم أقل جد متواضعة. الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل علينا كمؤسسات وعلينا كأشخاص وكمواطنين وكمغاربة، كيفاش يمكن نهيئ الظروف المناسبة لمساعدة المرأة للحضور والتموقع في مواقع حاسمة يؤخذ فيها أو يتخذ فيها القرار العمومي. زينب والحاجان، المنسقة الجهوية للتعاون الوطني بجهة طنجة تطوان الحسيمة. نحتفل هذا اليوم باليوم العالمي للمرأة، هذا اليوم الذي تكرم فيه نساء العالم والمرأة المغربية على وجه الخصوص. وبهذه المناسبة أتقدم بأحر تهاني للمرأة المغربية، وأتمنى لها كل الرقي، أتمنى لها كل الازدهار وكذلك التوفيق في مسيرتها، سواء مسيرتها الأسرية أو مسيرتها المهنية. بطبيعة الحال أشكر المرأة المغربية على المجهودات الجليلة التي قدمتها للرقي بالمجتمع المغربي وعلى المكتسبات التي حققتها، رغم أن المسار ما زال طويلا، وبطبيعة الحال ينتظر المرأة المغربية الكثير من أجل إثبات ذاتها بحكم أنها ركيزة الأسرة، وبما أنها ركيزة الأسرة المغربية فهي ركيزة المجتمع، إذن ركيزة نمو وازدهار المجتمع المغربي.
سي حنان حميش طنجاوية بنت مدينة طنجة كاتبة عامة بكلية الطب والصيدلة بطنجة. دونك هذه كانت فرصة الاستدعاء ديال السي عزيبو في حق خانة. جيت فرحانة باش نكون هنا مع المجموعة النساء اللي أول مرة كنت عارف على بروفايلات. زعما صراحة بهرني الخدمة ديالهم تبارك الله في كل واحد في مجاله. دونك هذا يوم عالمي للمرأة اللي كنتمنى وإن شاء الله يا ربي يكون المزيد من العطاء والمزيد من النجاح. وديما كنقول أنا الخدمة اللي كيخدم كيوصل، ما يقولش بلا أن لا أنا جو سوي في هذا المنصب أو لا أنا في هذا لو بوست ما نقدر نقدم حتى شي حاجة. لا، خص الواحد يخدم. وقلت قبيلة تبغي ديك الخدمة اللي كتأديها، تبغيها لأن باش كتكون الطرف الآخر كتعطيك واحد المصداقية. هذوك الأطراف الأخرى كيف ما كان التيب ديالهم، يعني أنا بالتجربة ديالي كنشوف أنني الحمد لله خدمت أديت الواجب ديالي، ما كنتش كنتظر أن تكون شي حاجة. ولكن مع ذلك لي كوليك ديالي ولا الرؤساء ديالي ولا هذه كاملين كيعرفوا حنان حمي شكون هي. أي حاجة تعطات لها في الخدمة هي مقدة بها. الحمد لله كأفتخر بهذه المسألة هذه، وأنا جيت فرحانة في حقيقة في هذا النهار هذا. وشكرا لك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.